صورة حصولنا على أي معلومات ومستجدات فيما يتعلق بالعملية ولا تفجير اللي صار في محيط السفارة الأمريكية نعطيه المستمعين. نبدأ أستاذ اليوم كيفاش نجمو ناخذ من الصفة هذه؟ أكيد فتحي احنا نتحدث على اسم الله اللطيف سبحانه وتعالى اللي فيه زوز معاني. تحدثنا على معنى الخفاء أنه ربي سبحانه وتعالى خفي عن الحواس، أنه عالم بالخفايا، وهذا الإنسان ما نجمش ياخذ منه حاجة غير الإيمان بالله كهو بالصفة هذه. لكن فيه معنى الرفق، اللطف هو الرفق، وأنه ربي سبحانه وتعالى إذا أراد أنه يوصل شيء لعباده يوصلهم الشيء هذاك بطريق فيه رفق فيه رحمة فيه لطف. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصف ربي بأنه هو رفيق، ومعنى الرفيق هو اللطيف، يقول إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فالإنسان مخير في تعامله مع غيره بين زوز طرق، بين طريق الرفق واللطف وبين طريق العنف. واللي نشوفه فيه لما حال اليوم احنا باش نتفاعلوا مع الحدث هو صحيح هو نوع كبير من عنف يرتقي لدرجة الإرهاب، لكن احنا ديننا راهو حارب العنف في أبسط مظاهره وفي أبسط أشكاله. حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. ما فماش حاجة تحط فيها الرفق وما تلقاش فيها نتيجة، وما فماش حاجة تنحي منها الرفق وتحط البديل هو العنف وهو القوة وهو التسلط إلا وتلقى الخطأ وتلقى نتائج السلبية. فديننا اللي هو دين الرفق هو دين اللطف، والصفة هذه هي صفة نأخذها من الله سبحانه وتعالى حتى في تعاملنا مع المخطئين، حتى في تعامل الناس مع بعضهم. ساعات راه العنف نجم يكون بكلمة قاسية يقول الإنسان برد فعل مش في محله، ما فكرش فيه، ما درسوش. احنا ساعات واحد يشوف واحد وبيشوف يقولش بوجهك أصفر، أنا يدخل بكلمة كما هكا يمكن فيها قدر من أنه يخوف ولا من أنه يجعله يحس بنوع من الارتباك. فالعنف راه يبدأ بالكلمة، ساعات كلمة ما فيهاش سب ما فيهاش شتم، ولكن فيها نوع من جرح مشاعر الشخص الآخر. ساعات واحد ما ريتوش برشا دوبا تراه تقولوش بيك ما تسألش بيك ما تكلمش، تدخلوا بلغة الإنسان اللي يلوم بلغة الإنسان اللي عاتب، ما توصلوش الرسالة هذه بطريقة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم مرة في صلاة من الصلوات واحد عطس، فواحد من الصحابة ما يعرش قالوا يرحمك الله، كما احنا متعودين في الأدب متاعنا أنه اللي يعطس نقولوا له الكلمة هذه. فالصحابة الكل غزروا له في وسط الصلاة، وكما نقولوا احنا كحروا له نظروا له بنظرة قوية شنو الخطأ هذا اللي ارتكبته. فهو كلمهم في وسط الصلاة يقول لهم شويكم تنظروا لي، معناها زاد على الغلطة متاعه غلطة أخرى. فكانوا يسكتوا فيه حتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ما عملوا حتى شيء، ناداله قالوا كلمة بسيطة، قالوا الصلاة هذه هي قراءة قرآن وذكر لله وتسبيح وتكبير، راه ما نتكلموش فيها الكلام العادي. نقطة وارجع للسطر. معنا شوف الخطأ هذا يمكن الناس ترد عليه فعل، كل واحد تكلم في وسط الصلاة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش يكلموا كل رفق، حتى شي يقول للصحابي هذا، شوف أثر الرفق واللطف حتى في الكلمة. يقول بأبي هو وأمي، يعني أفديه بأبي وأمي، ما رأيت معلما أحسن تعليما منه. قال عمري لا ريت في حياتي واحد يصلح الأخطاء، راهو فن باش تصلح غلطة، راهو نوع من الفن. قال ما رأيت في حياتي معلما أفضل منه، فوالله ما كهرني ما كحرليش. وهذا حتى تكحر واحد رو نوع من العنف، مش بضرورة كلمة، ولا شتمني ولا ضربني رغم الخطأ اللي وقع فيه. احنا مسنسين الأكثرية نصلحوا الغلطة بغلطة ما بغلطة أكبر منها. نعم. علاش؟ على خطرنا ما نحبوش كما نقولوا احنا بلغتنا نطيحوا من رويحنا. ساعات واحد كما يحبش يطيح من روحه يجيبش يخلص يصلح غلطة، يزيد غلطة ما أكبر منها باش هكا نقولوا احنا واحد هكا ديما دخلوا في حكاية الكرامة نحن ونوع من الإنسان تأخذ الحمية وتأخذ عزة النفس أكثر من اللازم، لدرجة أنه ما يعطيه كيفاش يرد الفعل وكهو باش يراجع مكانته. لكن في الحقيقة يمكن رد فعل متاع الثانية بعد تقعد سنوات ندم عليه ما تجمش تصلحه. فزاد مما يمكن أن يذكر في لطف النبي صلى الله عليه وسلم في إصلاح أخطاء الناس، أعرابي، معناه إنسان من البادية جاء للمسجد النبوي، ووقتها ما كانش المساجد مفروشة، فجي الركن من أركان المسجد ويقضي حاجته البشرية قدام الصحابة اللي قاموله، معناه مش يضربوه ومش خطأ كبير واعتداء على مقدس تجم تحط له أي عنوان. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تضربوه لا تدوروا به، ويناديله بعد ويقول معناه ما تقلقوش خليه يقضي حاجته تو الغلطة وقعت. وبعد يناديله ويكلمه بالسياسة رغم أنه قالش فيهم اصطل ما وصبوه وانتهى الأمر. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم قداش كان عنده قدر من الرزانة ومن اللطف في التعامل مع الأخطاء.
لدرجة أنه معناها التربية النبوية هذه ما تنجمش تطلع إنسان عنيف راه مهما يكون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أخطاء كما هكا لو جيت تلقى إنسان يمكن عنده جمعة يصلي وتولي كفر شخص ذا خطر اعتدى على المسجد هو مسكين تلقى الآخر ما يعرفش وما في بالوش ومش فاهم شنو اللي عمل عادي بالنسبة لي. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش يعلمنا طريقة معناها لطيفة جدا في إصلاح الأخطاء مش فقط مع الإنسان حتى مع الحيوان. تحكيت سحر المرة الأخرى في الموضوع هذا الصحابة خارجين مع بعضهم يلقاو طائر عنده زوز فراخ صغيرين فهم أخذوا الفراخ متاعوا يلعبوا بهم والطائر معناها الأم ترد الفعل وتجي تقعد ترفرف فوقك المجموعة متاع الصحابة ويجي الرسول يقول من فجع هذه بولدها. شوف معنى اعتداء كبير على حيوان قلوا ردوا ولدها إلى ما عملوا لهم شيء رأوا واخذهم فقط كيكة للتسلية مجرد أنه راه رد فعلك الحمامة والطائر هذاك على أنه اخذوا لصغاره جاي يلوم على الصحابة ويأمرهم ويعتبر هذا نوع من من التخويف ومن الرعب اللي دخلوه على حيوان. احنا ساعات واحد مش على حيوان على بشر معناها تدخل فيه معناها دخيلة على أشياء ساعات تافهة ولا ما عندها حتى معنى. فلو نحب نلخص النبي صلى الله عليه وسلم يحب يعلمنا حاجة يحب يعلمنا أن نكون عنا نوع من اللطف أو نوع من الرفق واللي طبع فينا في تعاملنا مع الإنسان مع الحيوان مع اللي غلطوا معانا. فهذا المفروض يكون عليه المسلم على كل حال أنه يكون رفيق ويكون لطيف وأنه العنف في النهاية رهم ما نجموش بأي طريقة من الطرق أنه ننسبوه للإسلام. الإنسان العنيف رهو إنسان يمكن يحب يتغطى معناها بغطاء الإسلام لكنه وفهم معناها الداخل برشا بعيد كل البعد على تعاليم الإسلام وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لك أستاذ فتحي. ولا كما قلنا احنا يعطيك صحة أستاذ بالكلمة الطيبة اليوم جيت في هكا في ظروف خاصة جدا ولكن به برشا نطلبوا اللطف في وضعيتك في من هكا نعاودوا ان نأكدوا العملية الإرهابية او التفجير الإرهابي اللي صار في محيط السفارة وقرب السفارة الأمريكية في تونس العاصمة. نعاود نأكد راو بالنسبة للإصابات مازال ما ثم حتى تأكيد. انا منذ قليل اتصلت عاود اتصلت مرة اخرى بالمتحدث باسم الإدارة العامة للأمن الوطني سي وليد حكيمة اللي أكد لأنه توا لحد الآن الإصابات مازال ما تمش تحديد الإصابات في صفوف العناصر الأمنية. دونك الأرقام اللي تم تداولها ماهيش مؤكدة إلى حد الساعة. رسميا مازال قاعدين يقوموا بشنو معناها بالواجب متاعهم وتنقلوا أعوان الأمن والقوات الأمنية والحماية المدنية على عين المكان للإحاطة بالمكان اللي صار فيها التفجير ولكن الأرقام مبدئيا مازال ما ثم حتى شيء رسمي. فقط تأكيد لأنه التفجير هو تفجير إرهابي ثم زاد بعض المعلومات على لأنه صارت في محيط السفارة الأمريكية غلق السفارة أو غلق المدرسة الأمريكية. دونك هذه المعطيات وهذه آخر المستجدات تلقاو جديد مع موجز الأخبار وكيف كيف زاد ميدي ميد باش يتابع الحادثة والواقعة هذه إن شاء الله باللطف على عناصر الأمنية وباللطف على بلادنا. هكا نكون وصلنا نهاية